أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على ضرورة استمرار التشاور بين البلدين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية والهجرة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. العلاقات الثنائية علاقات قوية، تحدثنا اليوم بشكل مفصل عن مزيد من تطوير هذه العلاقات، عن الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، عن الحرص المشترك من جانب الولايات المتحدة ومن جانب جمهورية مصر العربية على العمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات في إطار بطبيعة الحال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. مصر دولة إقليمية كبيرة ودولة رئيسية، الولايات المتحدة قوة عالمية كبرى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول، علاقات قوية ومتينة، وأيضا تشاور مستمر بيننا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي